ميجز سيندروم. في 1937 دكتور اسمه جون فينسنت ميجز جمع كيس سيريس من 7 حالات، و7 حالات فيهم بناين اوفيريان تيومر، وكان وقتها فيبروما وبلورال فيوجن واسايتس. لازم يكون ال3 حالات دول عشان يعملوا لي الميجز سيندروم، وسمى السندروم دي على اسمه. ال definitive diagnosis ان التيومر لازم يكون بناين، وافتر الريموفر اوف التيومر بيحصل لي complete resolution للبلورال افيوجن واسايتس. عشان كده البروجنوزس بتاع الكيس ديت او السندروم ديت كويس جدا، لانه بناين تيومر ولما بنشيله بيحصل لي complete resolution. هي uncommon، غالبا بتحصل لي في الفيميل لاكتر من 30 سنة. الايتيولوجي بتاعتها unknown، بس في theories للميكانيزم بتاعت اللي ازاي بيتجمع لي بالبلورال افيوجن واسايتس. يقولوا ان ممكن ال variant tumor بيعمل لي بريشر على الابتومنال lymphatics، وبالتالي بي affect ال capillary permeability، فبيعمل لي peritoneal effusion، ومنه بيشفت عن طريق ال anatomical diaphragmatic defects لل pleural cavity، فبيعمل لي pleural effusion. او ان الفلويد دوت اصلا بيتجمع عن طريق ال ovarian tumor capsule، وبيشفت من للبروتينيال كافيتي ومنه للبلورال كافيتي. او التيومر دوت بيعمل لي هرمونال استيميوليشن، وبيفرز لي فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتورز، فبيعمل لي بيزود لي الكابيلاري بيرمابيليتي، فبيعمل لي بروتينيال افيوجن وبلورال افيوجن. طيب السيمبتومز اللي بتظهر لي بيها التيومر غالبا بيفضل indolent، يعني asymptomatic for a long period. بتظهر لي السيندروم دوت والبيشنت بيحس بالسيمتومز لما بيتجمع لي بلورال افيوجن واسايتس. اسايتس بتعمل لي ابتمنال اكستنشن البلورال افيوجن. البيشنت بيحس بتزنيا دراي كوف، بيحس بالبلوريزي. بتحس البيشنت رايت غالبا الموضوع ده بيكون رايت سايد بالبلورال افيوجن، ممكن يجي بايلاترال برضو، ممكن يجي على الليفت. لو التيومر دوت بيفرز لي هرمون زي الاسترويد، لو الاندروجين هيعمل لي بيرولايزيشن، يعني في ماسكولاين سيمتومز. لو بيفرز لي استروجين فهيعمل لي ابنورمال يوتراين بليد. evaluation للبيشنت دوت ازاي هنعمل evaluation للبيشنت دوت؟ اهم حاجة ان احنا نتأكد ان التيومر دوت مش كارسينوجينيك، ونتأكد ان مفيش كانسر في البادي، سواء كان لونج او انتستاينال او في الكولون. بعت لي عامل ميتاستاسيس، وفي نفس الوقت عامل لي بلورال افيوجن واسايتس، ممكن يكون باعت للأوبر. فاحنا بنعمل اهم حاجه ان احنا نشيل التيومر دوت عن طريق الاندوسكوب او اوبن سيرجري، ونتاكد ان هو مش كارسينوجين. تاني حاجه ان احنا نعمل بيت سكان عشان نتاكد ان مفيش مالجنانت تيومر. البلورال افيوجن والاسايتس بنعمل لهم سي تي ابدومين، سي تي على السوركس، تشيست اكس راي عشان نأسس الافيوجن، نعمل لي ابدومينال الالترا ساوند، نسحب الفلويد عن طريق ثروكوسينثيسيس والباراسينثيسيس، وبنحلله، نعمل لهم اناليسيس. غالبا الفلويد ده بيطلع نوع ترانسيوديت او اكسيوديت. ازاي نعمل تريتمنت للبيشنت دوت؟ في عندنا خطين، احنا هنعالج سيمتوماتيك وهنعالج كيوراتيف. سيمتوماتيك فاحنا السيمتومز اللي بتيجي نتيجة البلورال افيوجن والاسايتس نعمل ثروكوسينثيسيس وباراسينثيسيس عشان نخفف الضغط على الثوركس ونقلل الابدومينال ديستنشن. طيب كيوراتيف ان احنا نعمل ريموفنج ريموفال للتيومر على حسب الفيميل ديت هي كومبليت هير فاميلي ولا ستيل يونج ولسه هتجيب بيبي. فلو كانت young و not complete her family فاحنا بنعمل لها preservation للفيرتيليتي بتاعتها، لان بنشيل unilateral salvage oophorectomy. طيب الفيميل دي post menopausal فبنعمل total abdominal hysterectomy with bilateral salvage oophorectomy.
الحالات ديت ممكن نتلخبط فيها، ولازم نعمل differential diagnosis مع الحالات اللي بتعمل لي pleural effusion و ascites في نفس الوقت، زي cirrhotic liver, congestive heart failure, nephrotic syndrome، نتأكد إن مفيش cancer، وعمل لي metastasis لل lung و abdomen سواء كان gastrointestinal أو lung cancer، نتأكد إن ال ovarian tumor دوت مش carcinogenic، مش ovarian carcinoma. اخر حاجه عندنا التيبركلوزس، لان التي بي اصلا ممكن يكون جاي في الايفري، ممكن يكون جاي في اللونج، ممكن يكون جاي في الكولون، وباعت في الاماكن الثلاثه دول، وممكن وبيعمل لي برضو بالورال افيوجن واسايتس. فنتاكد عن طريق ان احنا نعمل تي بي سكين تيست، نعمل بالورال وبروتونيال فلويد اناليسيس، نعمل اسيد فاست باسيلاي، ونعمل كلتشر وادينوزين دي امينيز اللي هو الاي دي.